متواجدين معكم الآن في أهم أركان الملتقى أبراج الساعة. خلينا نأخذ معلومات أكثر عن الخدمات اللي حيقدموها في هذا الملتقى، ومعانا الأستاذة تشرح لنا هذه المعلومات. يا أهلا فيك. طبعاً إحنا اليوم حابين نتكلم عن أبراج الساعة كوجهة. طبعاً الكل يعرف أبراج الساعة وهي معلم في مكة المكرمة، لكن اليوم حابين نوضح أكثر إيش الخدمات الموجودة فيها. طبعاً هي تبعد خطوات قليلة عن المسجد الحرام، وفيها أكبر مجمع فنادق مطلة على الكعبة المشرفة. فيها كل شيء، فيها مجمع صحي، فيها مجمع تجاري، أكبر مجمع تجاري في مكة المكرمة. اسمع خلص.